في البداية هناك دراسة غريبة ذكرها موقع روسيا اليوم تتعلق في النوم أثناء فترة العمل. تقول هذه الدراسة إنه لا بد من النوم أثناء فترة العمل لأن هذا يساعد على الإيجابية في العمل. النوم كما تعرفون له أخبار في القرآن والسنة وعند العرب في أخبارهم وفي أشعارهم، وهو أمر يطول جدا. وحياة الإنسان وعطاؤه لا يمكن أن يستقر إلا بالنوم، وجعلنا نومكم سباتا كما قال تعالى. ولأن النوم لا بد أن يكون باعتدال من غير إفراط ولا تفريط، فإن أولئك الذين بالغوا في النوم صاروا مضرب المثل عند العرب. العرب تقول في المثل أنوم من عبود، عبود استمر أسبوعا كاملا بلا نوم ثم نام أسبوعا كاملا فصار مضرب المثل. وأيضا الفهد الحيوان المعروف هو مضرب المثل عند العرب، فقالوا أنوم من فهد لكثرة نومه، الظاهر كل فهد نويم. ومن السنن البشرية أن النوم يكون عادة في الليل ويكون أيضا عند القيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والقيلولة مختلف في وقتها، والصحيح أنها تبدأ قبل الزوال قبل الظهر وتمتد إلى وقت العصر. قال امرؤ القيس يمدح المرأة التي تنام في وقت الضحى ويضحي فتيت المسك فوق فراشها، نؤم الضحى لم تنتطق عن تفضلي. طبعا امرؤ القيس هنا يشير إلى تلك البنت المدللة التي استغنت بالخادمة عن العمل فهي تنام من أجل الراحة. هناك حديث مروي من حديث ابن لهيعة: من نام بعد العصر فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه، لكنه حديث ضعيف. ولذا كان الإمام الليث بن سعد رحمه الله ينام بعد العصر ويقول: لا أدع راحتي من أجل حديث ابن لهيعة، يعني الحديث الضعيف. قال ابن جبير الرحال الأندلسي رحمه الله: وأهل القاهرة والإسكندرية ينامون في النهار ويقضون حوائجهم في الليل. ابن جبير هذا كان في القرن السادس الهجري، لو يجي اليوم يشوف كثير من الناس ينامون في النهار ويقضون حوائجهم في الليل. قرأت مرة في ترجمة عبد الله بن مقيبل: من أهل حضرموت كان كثير النوم حتى إنه كان يمشي به حماره وينام على حماره. واحد من الإخوة إمام مسجد في الرياض زار الكويت وقعد فيها فترة، ثم طلع من الكويت بسيارته وقت الضحى متوجه إلى الرياض. يقول: وصلت قبل صلاة العشاء وكنت متعب جدا، بصلي العشاء وحط راسي وانام، وانا قاعد اصلي جاني النوم في السجود. يقول: من شدة النوم نمت في السجود في الصلاة، والظاهر الجماعة مقعديني ولا قعدت تالي الليل وانا في المحراب والجماعة مغطيني. من افضل ما يعين على النوم الوضوء والصلاة والذكر وترك علائق الدنيا، ووخر عن التليفون قبل النوم. واخيرا قيل: إذا أردت أن تنام تذكر أن هناك من يفكر فيك قبل نومه، عاد ابحث أنت والله يعينك.